فمشان هيك هلا قبل ما تمشي بتسلمني مفاتيح المطعم، وما بيعود إلك أي علاقة لا بالمطعم ولا بأي شغل بيني وبينك. عفوا مدام، أنا لازم روح على البيت، تأخرت كتير. خليك أنت، أنا عاوزتك اليوم بتنام هون بغرفتك. أمريكا أمريكا مدام. هاي هشام جوز خالتك، عم يشتغل هون عندي بالفيلا بدل خالتك، يعني هو أولى بإدارة المطعم والشغل بالمطعم أنسب إله، وأنا ببقى بجيب حدا يساعدني هون بالفيلا. تبقى المشكلة مشكلتك أنت يا سيد أنور. أنت بتعرف أني عم أعمل المستحيل لحتى أبعد ابني عن رزان، وطلبت منك بمنتهى اللطف والاحترام أنك تصرف أخت ديما من الشغل بمطعمي، وهذا حقي. وبمجرد أنك أنت ما رديت وخليتها عم تشتغل عندي بالمطعم، فهذا بعتبره تحدي إلي وبيوصل للإهانة. فمشان هيك أنا ما عاد بدي إياك عندي بالمطعم، وعلى الأغلب رح خلي هشام جوز خالتك يكون بدالك. يعني بفهم من كلامك إنه أنت حطيتيني قدام خيارين، يا أما تطلعيني أنا وديما من المطعم، يا أما أنا أقلع ديما وطلب المطعم. بتقلعها من حياتك، حياتك أنت يا سيد أنور. حبيبة القلب، أوكي رد. أنور وينك؟ ماما نزلت تدور على باسم بالشوارع. ايه ديما حبيبتي. أنور ايش بك؟ عم بحكي معك، عم بقولك ما في غير أنا وماما بالبيت، وهي هلأ نزلت تدور على باسم بالشارع. ليش تأخرت علي؟ أنا آسف إني تأخرت عليكي، بس صدقيني ما عاد في شي بيأخرني عنك ولا يبعدني عنك. 10 دقايق بكتير بكون عندك حبيبتي. يلا نطردك، مع السلامة، لا تطول.